الرجاء الرياضي، المكتب المسير فهو كيعمل واحد الجهود اللي هي كبيرة وكبير جدا، لأن خص اليوم في العشية خص الورفلي راه واجدين الفلوس ديالو، سيف الدين العالمي. سيف الدين العالمي وقع فيه نقاش، دخلوا الناس، تكلموا مع الناس، هضروا مع الناس. السيد قال لهم ولو طير معزة فلوسي كلهم. إذن الآن المسؤولين ديال الرجاء، على ما سمعت أنا السوية المالية فقربين يجمعوها، ربما تكون واجدة هذا المساء باش يترفع المنع والتفالي ده، هذوك اللاعبين اللي تم التعاقد منهم، هذوك 4 اللاعبين اللي تعاقد معهم فريق الرجاء الرياضي، في انتظار كذلك تعاقدات أخرى اللي غادي يسهر عليها المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي، وخصوصا كما قلنا هو مهاجم يكون صريح. تكلمنا على جناح هجومي وتكلمنا كذلك على صانع العاب. ملي كنهضروا على صانع العاب كنعرفوا ان هاشم دومينغو قلناها وانا قلتها في عدة مرات، اللاعب فهو غير واجد، ما واجدش بالعبارة تعربت. علاش ما واجدش؟ حيت ما لعبش بزاف ديال المباريات، كانت عنده واحد الإصابة. نتمنوا أن الفريق ديال الرجاء الرياضي أن الفحص يكون كان دقيق مع هذا اللاعب، باش ما يتسماش هذا اللاعب يلعب كذلك واحد 3 أو 4 المباريات وتعودوا الإصابات وفريق الرجاء الرياضي ما يستافد منه واحد. وفي نفس الوقت فريق الرجاء الرياضي في إطار كذلك البحث كذلك على شي واحد اللي إيبولي، شي واحد اللي بحال يعني في النعكيله في نفس المكان، لا قدر الله اللاعب لا ملعبش ولا عنده شي إصابة، على الأقل يكون البديل ديالو. كاين واحد اللاعبين كيتكلموا على الفريق الرجاء الرياضي، لاعب فرسي. أنا لاعب فرسي كنظن بأنه رغم أنه كيفتقد لبعض التجربة، ولكن لاعب فرسي أنا كنظن ما تعطاتوش الفرصة. الآن غادي نتكلموا على الوضع الحالي للفريق الرجاء الرياضي. بودريقة فهو كيسارع الزمن من أجل رفع المنع للرجاء، حول واحد المبلغ ديال الورفلي اللي كيقدر 285 مليون، بقى المبلغ ديال سيف الدين العالمي اللي كما قلت رغم تدخل عدة جهات لتهيئ اللاعب على ان يستخلص المال ديالو على دفعتين، الا ان اللاعب فهو رفض اللي هو قاطع، ويتشبث يعني باخذ الاموال ديالو بواحد الشكل اللي هو في حاليا بلا ما يكونش هذاك لي طرونش. الان دابا كاين بعض جماهير الدراجه كيكون ديرها اللاعب حقه وما قدرش يتنازل. شوف اخي انا نقول لكم واحد الحاجه، دابا لغه المال اصبحت هي السائده بغينا ولا كرهنا. الان دابا العقد شريعه المتعاقدين، ياك الشيء كتقولوا ياك العقد شركه المتعاقدين، اللي كيتسال شي حاجه خصو ياخذها الاخوان. وهذا الدرس المسؤولين ديال فريق الرجاء الرياضي، ودرس لاي كان، باش المره المقبله ملي كنبغي نتعاقد على اللاعب ما خصناش نشوف كذلك هذا اللاعب. ما كانوش الناس يوصلون معاه لهذا ال 500 مليون، كان ربما كان هو كنطلب ربما واش 50 ومع 30، كان كيتسال 70 ومع 80، قال لهم بدي عطوني انا غير 40 والله يعاونكم. بقى واحد التماطل في العهد المكتب السابق. اذا شكون اللي كيخلص الان؟ هو هذا المكتب الحالي، المكتب الحالي الحامل بكل صراحه فهو مشكور المجهودات اللي هو كيعملها الان باش يخرج فريق الرجاء الرياضي ويحيد عليه كذلك المنع، لان ما بقاش الوقت، وخصوصا ان بعض اللاعبين يجب التاهيل ديالهم، وبعض اللاعبين خصهم يبداو يلعبوا المباريات ديالهم. اذا كنظن ان في المساء ربما ان شاء الله فريق الرجاء الرياضي سيجد حل، الحل اللي هو اللي كيحاولوا ممكن الباقي ديال المبلغ غادي يتم كذلك باش يمكنوا اللاعب يعني باش يؤديوا ليه المبلغ يعني ديالو كاملا. كما قلت سند الورفلي قام بتحويل المبلغ 285 مليون الى لجنه النزاعات التعبئه للاتحاد الدولي، وذلك بعد ان فات هو جميع المساعي اللي كانت مع المكاتب السابقه من الحبيه اللي دار سند الورفلي من اجل خفض قيمه الحكم او حتى تقسيم المبلغ على دفعات. الورفلي دار هذا التشكيل، ولكن ما بقى مع من يتكلم، ما بقى مع من. واشار المكتب المديري ان لم تبقى على عمليه رفع المنع من الانتدابات سوى ملف واحد، والذي يباشر المكتب المديري لنادي الرجاء العمل على طي هذا المساء ان شاء الله. هذا بخصوص الرجاء الرياضي اللي غادي نتكلموا كما قلت
الناس كيتقول كيسولوا التعاقدات. التعاقدات الان ما يمكنناش نتكلموا عليها لان المسؤول عليها هو اللجنه التقنيه وكذلك المكتب المسير اللي هما بعدا لا بريوريتي بالنسبه لهم وهو رفع المنع اللي تكلمنا عليه دابا. اللي غادي نتكلموا اخوان على المباراه اللي غادي يجري فريق الرجاء الرياضي يوم الجمعه. استعدادات فهي مستمره مع المدرب الالماني، اللاعبين كاين اجواء اللي هي جيده، كاين واحد الطموح اللي هو كبير ديال اللاعبين باش يحققوا نتائج اللي هي ايجابيه. احنا غادي نبقاو شوف الاخوان نبقاو ايجابيين، غادي نساو هذه المباراه ديال الحبيه اللي جرى امام السد القطري اللي كتبقى مباراه اللي هي اميكال، لان المباراه الحبيه ما تقدرش تقيمها وتقول بانها وتاخذها وان ميزور وتقول بانها هذه هي المباراه اللي كتثبت بفشل ديال المدرب او فشل ديال الفريق. نبقاو لان ملي كتبقى مباراه وديه سي نورمال كتناقشها وكيوقع واحد التوتر كيوقع واحد الغلط كتقول شوف هذا الفريق، ولكن نو الان غادي نمشيو باش نتسناو المباراه ديال يوم الجمعه. اليوم المباراه ديال الجمعه ربما تعطيك واحد الصوره واضحه على الفريق، لان ما غاديش تلعب مع فريق اللي هو ضعف منك، فريق اللي هو عنده واحد التركيبه بشريه اللي هي مهمه، فريق اللي هو كي محترم، فريق ديال شباب بالوزداد. التصريح ديال المدرب ديالو فاندر بروك اكد بان فريق ديال الرجاء الرياضي فهو اقوى تجربه من فريق ديال شباب بالوزداد، وفي نفس الوقت قال بان الحدود فهي متساويه بين الفريقين. انا كنظن نتمنى ان فريق ديال الجيش الملكي الفريق ديال الرجاء الرياضي يركز على المنافسه ديالو ويحاول ان شاء الله الرحمن الرحيم يعبر هذا الدور ديال المجموعات. صحيح كاينين فرق اخرى، ولكن لا يجب الاستهانة بالفرق الاخرى، يجب في اول مباراه اللي غادي تجرى كما قلت يوم الجمعه يجب الانتصار فيها، يجب الانتصار. فريق الرجاء الرياضي لا بغى يعبر الدور ديال المجموعات ويمشي ماضي الامام في هذه المنافسه، خصو ينتصر على شباب بلوزداد. شباب بلوزداد الفريق اللي هو ماشي فريق قوي جدا، ولكن عنده قوه ديالو اللي كاينه في الدفاع ديالو كاينه في وسط الميدان، ولكن حتى هما عندهم مشاكل، كاينه بعض المشاكل اللي هي كتوجد على مستوى خط الهجوم، لان ما عندهمش تما عندهم مشكل ديال اللي كيسجل اهداف، عندهم مشاكل بعض المشاكل. ولكن الفريق الرجاء الرياضي خصو يامن بالحدود ديالو. صحيح كاين ما عندناش راس حربه، سمعنا اللاعب سمير اللي بالاخبار كيدير ربما المدرب فهو غادي مقتنع به وكيحاول بانه باش يقنع المكتب المسير ديال الرجاء الرياضي وحتى اللجنه التقنيه بان اللاعب يبقى في الفريق وربما يقدر يلعب كاس ديال الاتحاد العربي. ما احنا عرفنا بانه ما غاديش يبقى فريق الرجاء الرياضي لانه جاء عرض وضروري غادي يغادر من جديد، ما بقاش فريق الرجاء الرياضي، خاب ما بقاش فريق الرجاء الرياضي. الرحيمي مازال ما واجد، كاين اكراهات بكل صراحه يا اخوان باش نكونوا واقعيين، كاين اكراهات على مستوى خط الهجوم وخط وسط الميدان. وسط الميدان نقدروا نقولوا مزيان رغم انه كيباع في المباراه وديه كاين بعض الصعوبات، ملي كندير واحد لابريسيون او الضغط على وسط الميدان كنشوفوا بان كاين واحد الارتباك اللي هو كبير على مستوى وسط الميدان والكره كتضيع وكيصبح كتصبح حتى داك الدفاع خصو يرد باله ويعاود خصو يرجع بواحد السرعه وخصو يتبلاصه مزيان، لان كنشوف بعض المرات شفنا في المباراه السابقه بمجرد ان الكره كتضيع في وسط الميدان بمجرد ان الفريق ديال الخصم كيخلق لك صعوبه وخصوصا على مستوى خط الدفاع. هذا هو اللي نذكروا بانه فهو دعا الجماهير الرجاويه وواحد بواحد الرساله اللي هي مؤثره. فريق ديال الرجاء الرياضي بكل امانه بداك في البوست كيلعب فيه هدهودي ما عندوش خصاص، كاين اللاعبين ما شاء الله، كاين مقدم، كاين اعراس، كاين حركاز، كاين اللاعبين في هذاك المركز. وسط الميدان احنا راحنا تكلمنا عليه كاين بعض اللاعبين اللي التحقوا كذلك بفريق الرجاء الرياضي اللي كان ربما تهضر عليهم باش التحقوا في الوهله الاولى. اذا فريق الرجاء الرياضي يجب المسانده ديالو لا للفريق ولا للمكتب المسير، وكنظن انا كما قلت المنع سيرفع ربما هاد المساء على فريق الرجاء الرياضي، حيت كاينه واحد اللائحه اللي خصك تحدد بواحد السرعه باش تشوف اللائحه ديالك وكذلك باش تفاليدي حتى لي جوار ديالك وكذلك باش يكونوا دير لهم واحد لافاليداسيون مابقاش يكون عندهم مشكل. اذا انا بالنسبه ليا فريق الرجاء الرياضي يجب المسانده، والمسانده خصوصا في المباراه المقبله اللي غادي يتجمعوا بشباب الوزداد يوم الجمعه المقبل.